دافعت الحكومة الهندية عن استخدامها القوة ضد المحتجين في العاصمة نيودلهي عقب مظاهرات كبرى عمت أرجاءها احتجاجا على عدم بذلها ما يكفي من جهد لجعل البلاد أكثر أمنا للمرأة. وفي خطاب له دعا رئيس الوزراء منموهن سينغ المواطنين إلى الهدوء متعهدا بمعاقبة الخارجين عن القانون. أناشد جميع المواطنين المعنيين على الحفاظ على السلام والهدوء، وأؤكد لكم أننا سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان أمن وسلامة النساء في هذا البلد. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. الشرطة أقامت حواجز على الطرق المؤدية إلى نصب بوابة الهند التذكاري للمحاربين وسط المدينة الذي أصبح مركزا للاحتجاجات التي يمثل طلبة الجامعات أغلب المشاركين فيها. يذكر أن شرارة الاحتجاجات اندلعت بعد تعرض سيدة للضرب والاغتصاب في حافلة متحركة في نيودلهي ليرمى بها بعد ذلك على الأرض.